مباراة شكلية ستجمع مساء السبت بين البرازيل وهولندا في ملعب استاديو ناسيونال ماني غارينشا ابتداء من 9 مساء بمدينة برازيليا في النهائي المصغر للمونديال. لقاء لا يكتسي أهمية بالغة بالنسبة للجماهير البرازيلية التي ما زالت تحت تأثير الصدمة عقب الهزيمة المذلة أمام المنتخب الألماني بسباعية كاملة. رفاق دافيد لويس سيبذلون قصارى جهدهم لتحقيق الفوز والظفر بالمرتبة الثالثة في المونديال وكذا محو العار الذي يلاحق السيليساو. ومن جانب الطواحين الهولندية فهي الأخرى لا تزال تحت تأثير الصدمة عقب خسارتها بركلات الترجيح أمام الأرجنتين، ويسعى زملاء أريان روبن للخروج على الأقل بالمرتبة الثالثة. يذكر أن الحكم الجزائري جمال حمودي سيتكفل بإدارة هذه المواجهة والتي ستكون الأخيرة له على الصعيد الدولي مثلما أكد ابن غليزان ذلك.